البلاستيك واحد من المنتجات اللي بنستخدمها تقريبا في كل حاجة في حياتنا، وبكميات كبيرة جدا، سواء كوبايات أو أزايز أو علب تخزين أو أكياس أو غيره وغيره. لكن هل المستخدمين مدركين لمخاطر وأضرار البلاستيك على الصحة وعلى البيئة؟ البلاستيك أنا عارف إن هو فيه مضر، يعني في أزايز مية ما ينفعش تستخدم غير مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات وتترمي وبعد كده بتبقى مسرطنة. هل جربت تقلل من استهلاكك للبلاستيك بشكل عام؟ ما هو لو أنا جربت، ما هي الدنيا كلها أو هي العالم كله رايح ناحية البلاستيك، يعني هو اللي موجود دلوقتي في المطاعم، في الشوارع، في الماركت، في كل مكان. في حالة لو عبينا المنتج اللي هو شكل سخن، بس هو الحاجة لما بتبقى تماما غلفها بيبقى ملهاش اي ضوافر نهائي، نوع مش بيدفع محاره ولا بينقل بغير طعم للزبون ولا بيعمل حاجه في الاكل. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا بنقلل من ده علشان بيبقى فيه اضرار كبيره على الاولاد وعلى صحتهم وكمان على المناخ. تعرفي ايه اضرار البلاستيك سواء على البيئه او على صحه الانسان؟ هي مش بتتحلل، يعني انا عن نفسي ما اسمع ان في حاجات بتبقى امنه وممكن نستخدمها وحاجات لا، يعني مش بفضلها، بس استخدامي حاليا البلاستيك، يعني انا كل حاجه لها استخداماتها. لا افضل طبعا الاكياس الورق. ليه؟ لان هي بتبقى اكثر صحيه، يعني هي والاكياس القماش. ولان في استعداد من المواطنين لاستبدال البلاستيك، فنزلنا الاسواق عشان نشوف ايه هي البدائل المتاحه للاكياس البلاستيك. كيلو البلاستيك مثلا بيتراوح من 30 جنيه ل 45 جنيه، القماش بيبدا من 56 جنيه لغايه 90 جنيه، الورق يعني في شنط ورق شغاله وعندنا منها عينات موجوده، ممكن تتراوح مثلا بالشنطه. دي مش بالكيلو. لا مش بالكيلو، بالشنطه. في ناس ابتدت تستوعب الكلام ده، يعني لو رحنا الغردقه دخلنا محلات هتلاقي الشنطه اللي موجوده لان اوفر، اللي هو قماش غير منسوب، والمحل بياخد ثمن الشنطه، يعني بيبيع لك الشنطه وبياخد ثمنها منك. مصر بتستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، ومع الاسف الشديد كيس البلاستيك الواحد بيحتاج 1000 سنه في التربه عشان يتحلل. ده غير ان المخلفات البلاستيكيه اللي بيتم القائها سنويا في البحار والمحيطات حول العالم بتصل لاكثر من 23 مليون طن، وده كان سبب لتاسيس مبادره فيري نايل اللي بتنظم حملات لتنظيف النيل من البلاستيك بمساعده الشباب والصيادين، وكمان اعاده تدويرها مره ثانيه. احنا بصراحه محبب علينا نظافه النيل، ان النيل دوت البحر دوت كنا بنشرب منه الاول ميه ونعمل منه شاي ونعمل منه اكل في قلب المراكب. فجأة كده الحاجات اللي بتترمي فيه ما بقناش نعمل أي حاجة، يعني بصراحة يعني ما صدقنا مصلحة زي كده وحاجة زي كده خير لنا كلنا نشتغل فيها. يعني كل الصياد اتجه ليه؟ للتنظيف، بقى ينظف في النيل ويلم المخلفات ويرجع عليه عائد مادي منها بيأكل عياله منه. هنا بنستقبل أكياس تبرعات من بنك الكساء، هما بيلموهم طبعا من البيوت أو أيا كان أي مكان، واحنا بناخد منهم الاكياس دي بنعقمها بننظفها وبنحولها لمنتجات، زي شنط كتف، زي شنط سوبر ماركت، زي لابتوب كيس، زي بوكات، حاجات كتيره جدا، مقالم. وكمان في بعض الفعاليات اللي بتنظمها مؤسسات زي شباب من اجل مصر بدعم حكومي ودولي ودعم من القطاع الخاص لتنظيف النيل والتوعيه باضرار البلاستيك. المبادرة النهاردة هي أطول حملة نظافة على مسطح مائي في العالم لدخول جينيس للأرقام القياسية، وهي الحملة اللي بتم تنفيذها في 13 نقطة مختلفة على مستوى الجمهورية وبمشاركة مجموعة من الجمعيات الشريكة في كل محافظة، لجانب مشاركة متطوعين أكثر من 1000 متطوع ومشاركة ودعم من القطاع الخاص ودعم من القطاع الحكومي ودعم من هيئات الأمم المتحدة العامة للخاصة. ده غير المشروعات اللي بتستخدم الألياف النباتية لتصنيع شنط ومنتجات صديقة للبيئة للحد من استهلاك البلاستيك. احنا بنشتغل على الألياف النباتية، قدرنا نخليها منتج ليه عائد على الفلاح، بدل ما هو بيرميها أصبحت مصدر دخل ليه زي وزي الزراعة بالظبط. بنعمل منها حاجات تتحط تحت السخن، الأطباق للعيش بدل سلات البلاستيك والأطباق البلاستيك، لا تبقى حاجات صحية وفي نفس الوقت بتعود على البيئة بالنفع. ولأن كميات البلاستيك اللي بيتم استهلاكها كبيرة جدا بشكل مؤثر على البيئة، ففي دعوات عالمية لتقليل إنتاج البلاستيك عن طريق إعادة التدوير مرة أخرى، وده اللي خلانا نروح مصنع إعادة تدوير البلاستيك في المنطقة الصناعية بأكتوبر. الحل الوحيد للبلاستيك عشان ينفع الاستخدام منه مرة تانية هو إعادة تدويره بطريقة سليمة. الخط الأولاني ده خط ألماني مسؤول عن إن هو يسورت، يفصل كل نوع من أنواع البلاستيك لوحده عشان نتأكد إن كل برودكت أو البرودكت اللي داخل عندنا هو برودكت 100% من نوع البي إي تي. تاني مرحلة عندنا بتبقى مرحلة الغسيل، إحنا بنستخدم كيميكالز معينة بحيث إن إحنا لازم نتأكد إن الماتيريال ما فيهاش أي نوع من أنواع الكونتامينيشن الخارجي، وبعد كده بندخل في المرحلة الأخيرة
الاخيره وهي مرحله الميكانيكال ريسايكلينج، بيتاكد ان البرودكت كله متشال من عليه من جواه نفسه الكومبوننتس او كونتامينيشن اللي ممكن بالبارامترز اللي تطلع منتج مش غذائي. فاحنا بنشيل كل الكونتامينيشن، نتاكد ان البرودكت بتاعنا امن 100%. ولان الاكياس البلاستيك بتمثل اكبر مشكله، لان 1% فقط من الاكياس البلاستيك بيتم اعاده تدويرها مره اخرى حول العالم، وعشان نعرف مخاطر البلاستيك على البيئه وعلى صحه الانسان وكمان ايه هي بدائل البلاستيك، تابع معانا حكايه النهارده. محمد علي، الحكايه، MBC مصر.